سلامة، مرحبا بكم من جديد في الشين يوتيوب نتاعي. ما تنسوش باش تعملوا سبسكرايب وتكتبيو الكلوش باش كل ما نحط فيديو جديد تجيكم نوتيفيكاسيون. في الفيديو نتاع اليوم اجي باش نحكي لكم عن التشالنج تاعي وباش نعمل لكم مون بيلون دو لكتور، شنو هما الكتب اللي قريتهم في التشالنج هذايا. خليني ساعة نفكركم بلي كونسيني متاع تشالنج اللي هو يقعد 3 موا حتى لجوان، و لي ليفغ دونك ان ليفغ بوغ اون اوتريس جابونيز، ان ليفغ بوغ ان اوتور دي سي دي، ان اوتور بريمي، ان ليفغ ادابتي اوز ايكران، ان ليفغ دون لو تيتر كونتيان ان سول مو، ان ليفغ دون لو تيتر كونتيان ان انيمال. بون، احسن حاجة على خاطر فما كتب يتحطو يكوشي دونك بليزيوغ كاس لي كون. نبداو بالكتاب الاولاني دو تاتوور دو تاميزاكي. يحكي على ان تاتوور سيكيشي، ان جون تاتوور اللي عمل تاتو في ظهر اون جون في واستعملها باش بوغ سو فونجي دي زون. خليكم تكتشفوا علاش حب السوفونج دي زون، علاش يكره لي زون. الكتاب اللي من بعد اللي باش نحكي عليه هو كيتشن باي بانانا يوشيموتو، عملت عليه تنحط لكم كلك باغ. يحكي على ميكاش اللي هي اون جون في ماتت من ماتها اللي كانت العبد الوحيد في عيلتها، ومشيت تعيش مع صنامي يوشي اي سامير اريكو. سامير اللي كانت على فوا سون بير اي سامير، هي فما بلوزيوغ سوجي تريتي اللي هما لاف ريليشن شيبس انتر المير والفيس، انتر لي زامي، ترانسجندر. عجبني الكتاب هذا و جو لو ريكوموند فيفمون. شنو اللي من بعد؟ الكتاب اللي من بعد هو ناتشورال وومن دو من هو ريكو ماتسورا. يوكو اون جون في اللي هي تصور لي مانغا، وقت اللي كانت صغيرة إلا هايتي فيولي. هذيك علاش تكره لزوم و هذيك عمل لها شانجمون في الوريونتاسيون سيكسويل بتاعها، وباش إلفا نو راكونتي سي زيستواغ أموروز أفيك تخوا زوطخ فام. الكتاب هذا سي بور ليكتور افيرتي، على خاطر فيه دي سين كرو اي بارفوا ديغوتونت، اما سا ريست كتاب مزيان وننصحكم تقراوه. شنو اخر الكتاب اللي من بعد هو ذا هيومن تشير دو ايتوكاوا رامبو. الكتاب هذي يحكي على اون اوتريس كي رسو اون لاتر وقت لها اللي الكرسي نتاعها مسكون، و باغ لا سويت جاتها اون اوتر لاتر قالت لها الحكاية قصة معناها مش بالحق اللي الكرسي نتاعها مسكون. و شنو اخر؟ و شوف زيد الادابتاسيون نتاعو المانغا باي جونجي ايتو، عجبتني الادابتاسيون نتاع المانغا خير، على خاطر صارت فيها هكا موديفيكاسيون والقصة بلو ديفلوبي. جونجي ايتو مش نورمال في الكتب نتاع الهورور و المانغا معناها. وشنو اخر قريت له؟ يوزوماكي. يوزوماكي يحكي على راجل ديما يلم في
في لي فورم سبيرال ويجمل فيهم لين النهار لقاو ميت في فورم سبيرال. يعني لوبسيسيون تاعو قتلت في الاخر بكل. وباش نشوفو اللي لوبسيسيون هذه باش تولي عند يعني تنتقل من واحد لواحد كاين من مالادي في البلاصه هذيك اللي يسكنوا فيها. و voilà فيه تخوا بارتي المانجا هي وانا ما زلت في البارتي الاولى وان شاء الله ناويه نكمل لي زوتر بارتي. و voilà قريت زيد بيرثدي جيرل دو هاروكي موراكامي يحكي على ان في وقت اللي ولا عمرها 20 سنة وكانت معدية نهارها عادي وتخدم كزويتر في ريستوران. ووقت اللي سربيت مولا ريستوران قالها ميك رويش وخليكم تكتشفوا شنو مش يصير بعد. قصيرة النوبيل هذية ومزينة وفيها فيرسيون إلوستري دونك ننصحكم بها بالطبيعة. ونقرا في كتاب كيلين كومنداتوري أما زلت ملول وحبي باش نكملو مزيان الكتاب بوغ لو مومون. بالنسبة للكتاب اللي من بعد بيفور ذا كوفي جيتس كولد عملت عليه ريفيو ان شاء الله نهبطها لكم. ما عرفتش اسكو باش نهبطها قبل البيلون هذي ولا بعد جو في فواغ. ذا كوفي جيتس كولد يصير في كافي فونيكولي فونيكولا في طوكيو. دونك ثم كرسي معين اللي يقعد عليه ينجم يمشي الباسي ولازمو يرجع البريزون قبل ما القهوة نتاعو تبرد. باهي دونك عملت كيما قلت لكم ريفيو ديتاي على الكتاب نحطها لكم تشوفوها. وعجبني الكتاب والقصة نتاعو هكا اوريجينال ديزون. وتفرجت في الفيلم وزيد عجبني و اللي يحبها كان نعطيه ليان يقول لي. وجون جي ايتو زيدا قريت له شورت ستوري زعما نسيتهم شنو ما زيدا خاطر هو عنده دي مانجا كبار وعنده دي مانجا سو فورم دو كوليكشن اوف شورت ستوريز. فوالا وفما كتاب نسيت شنو اسمه هبط جديد زيدا قاعدة نقرأ فيه توا طن نقرأه ونحكي لكم عليه. و لي ليكتور نتاعي في البرانتون جابوني كانت فاريي. كانت هذه فيديو اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم. حطوا لي في لي كومونتير وحطوا لي بوز بلو ما تنساوش باش تعملوا سبسكرايب اكتيفيو لو كلوش باش كل وين هبط فيديو جديده تجيكم نوتيفيكاسيون. باي باي.